من أجله. فنطلب من الله أن يبارك لنا في كل ما نحن يعني نهم على فعله والتقدم به في هذا السبيل وفي هذا الشأن. ولكي أكون مختصرا وأترك المجال للدكاترة الذين حقيقة أنني أقدرهم كثيرا وليسوا يعني هم محتاجين إلى شهادتي، بل المجتمع أنهم معروفون بما يقومون به من نضال، سواء في مؤسساتهم أو في الخدمات الاجتماعية التي هي في الحقيقة نحزن لحالها وما وصلنا إليه في هذا الشأن. فلا سياسة يمكن أن نطمئن إليها، ولا مؤسسات فاعلة أصابها ما أصابها، والحمد لله على كل حال. المهم أن المدخل كان بالأهداف 17 اللي سمعت عليها من أول 46 في الأمم المتحدة، وتمت الاتفاقيات وكذا، وحل الملايير نصبت لهذا الشأن، وهذا مجال واسع إلى آخره. اللي هو شنو أعطى هذا القانون الإطار 1299، وهو بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. هذا القانون الإطار هذا هو في الباب الثالث التنمية المستدامة المادة 9، ماذا يقول؟ يراد بالتنمية المستدامة في هذا القانون الإطار مقاربة للتنمية ترتكز على عدم الفصل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للأنشطة التنموية، والتي تهدف إلى الاستجابة لحاجيات الحاضر دون المساس بقدرات الأجيال المقبلة. ونحن نتأسف لما إذا من خلال مفهوم هذا النص المقتضب نرى بأننا بعيدين، لأن من المطلوب بتفعيل مضامينها هم الفاعلين السياسيين، ولكن عندما ننظر نرى ماذا لا يبرد القلب ولا يدرج القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن لا يجب أن نرفع أيدينا ونترك المركب يسير هكذا. إذا فكرنا في مشاركة بسيطة في هذا المجال، وزاد طموحنا أكثر لما اتصلنا بجمعية منارة القصر الكبير التي أكملت جانبا من النقص الذي كان في جمعيتنا، وتولدت فكرة ماذا؟ فكرة منتدى إقليمي للمناخ لكي يكون لنا ظهور لهذا الإقليم في هذا المجال، لأن اللي هو أقلوا مثلا سمع أو شاف أو حضر كوب 22 بطنجة، الحقيقة ذلك كان يعني الحقيقة من أحسن، كان رواق بسيط والقصر كبير، ما كانش تنتج ديال العيش. كان القصر كبير، واحد السيد الاسم ديالو لا أتذكره كان يعمل مختار أيوه مختار غير أنا وسعد قدر فنان تشكيلي
الجمعية ديال البيئة اللي كان اللي كانت عمل تمثيلية ديال الإقليم العربي. الحمد لله في المناخ ديال ذلك، بمعنى أن حنا بهذه التمثيلية بهذا المجال ديال الإقليم ما عندناش. إذا هذه الفكرة جات قلنا نديروا المنتدى الإقليمي ونشوفوا الجهات اللي يمكن مثلا داخل، ومن هنا جاءت هاد يعني البرمجه ديال التخطيط ديال هاد الثلاث ايام دراسيه اللي بدينا اليوم الاول بالقصر الكبير، وفعلا كان الحضور رمزي ولكن فاعل. حضروا دكاتره وحضروا اساتذه وحضروا ناس فاعلين اجتماعيين وعطاو نقاش متميز وخرجنا بواحد مجموعه ديال التوصيات. واليوم كنعيشوا اليوم الثاني ديال هذه الايام الدراسيه ان شاء الله. ما عنديش شك بان ان شاء الله غادي تكون الحوار يعني والنقاش بناء.